بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نسي آدم فنسيت ذريته، خطئ آدم فخطئت ذريته. لقد جعل الله تعالى النسيان على البشر أمرا مكتوبا لا مفر منه. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينسى، إنه بشر ينسى كما ينسى البشر، لكن هذا النسيان تترتب عليه أمور في الصلاة. فلو نسي الإنسان في صلاته فإن هناك خطوات يجب أن تتبع وأمور يجب أن ترتب. كونوا معنا اليوم. يا الله يا الله يا الله يا الله. ماذا يحدث إذا سهونا في الصلاة؟ أخواني، الإنسان إذا وقع في السهو فإن الله تعالى يتجاوز عنه ولا يبطل صلاته كلما سهى، بل إنه سبحانه يتجاوز كثيرا، يعني فقط يجبره بسجود سهو أو بالرجوع إلى هذا الركن يعني. لكن لو أن المخلوق تصرف نفس التصرف مع المخلوق الأمر مختلف. إن الواقع أن كثيرا من الناس لا يسامحون من سهى معه، مع أنه لا يقصد، ليس متعمدا، بل أحيانا يكلفه الكثير الكثير. تابعوا معي هذا اللاعب ماذا حدث. يا الله يا الله يا الله. هذه مباراة بين الولايات المتحدة وكولومبيا في كأس العالم سنة 94. في إحدى الهجمات ارتكب لاعب الدفاع الكولومبي إسكوبار خطأ فادحا، هذا الخطأ كلف منتخبهم الخروج من البطولة. يا الله يا الله يا الله. أرأيتم هذا اللاعب؟ أخطأ، سجل في مرمى فريقه بالخطأ، لم يكن متعمدا، هو لم يتدرب ويذهب إلى هناك ويتعب لكي يسجل في مرمى فريقه، أخطأ بالخطأ. عندما رجع إلى بلاده لم يكمل الأسبوع، بعد أيام قليلة قتلوه. إن المخلوق لا يسامح المخلوق، فانظروا للخالق كيف يسامح المخلوق كثيرا مع أنه أعز وأكرم سبحانه. إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا ناسيا وذكر هذا الزيادة في أثنائها، مثلا يتذكر أثناء السجدة الثالثة أنه زاد فيها، فهذا يجب عليه الرجوع ثم يسجد سجود سهو في النهاية وصلاته صحيحة. كرم منه سبحانه. لها مثال، مثلا رجل صلى الظهر وزاد خامسة، فإذا ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة جلس في الحال يجب أن يجلس فيتشهد ويسجد للسهو ثم يسلم، وإذا ذكر هذه الزيادة بعد السلام والانتهاء من الصلاة فيسجد للسهو ثم يسلم. سجود السهو كيف يكون؟ اسمحوا لي أن أشرحه مصورا، تابعونا. يا الله يا الله يا الله. في النهاية بعد أن يقرأ التشهد يسجد سجدتين قبل السلام ثم يسلم. تدرون أنه قد يتعمد الإنسان زيادة في الصلاة فتبطل صلاته؟ مثلا أن يقوم الإمام للخامسة ناسيا فيتابعه المأموم مع أن المأموم متيقن بأنها خامسة، لكن رآه قام فقام معه، هذا المأموم تبطل صلاته لأنه متيقن أنها خامسة. بالمقابل لا تبطل صلاة الإمام لأنه ناسي، وكان من المفترض على هذا المأموم الذي تيقن أن هذه خامسة أن يجلس ولا يقوم ولا يتابع الإمام. طيب ماذا لو نسي المصلي فسلم قبل انتهاء الصلاة؟ مثلا لو سلم من ركعتين سلم وهي أربع ركعات،
لو سلم الإنسان قبل انتهاء الصلاة ناسيا ولم يذكر إلا بعد زمن طويل من تسليمه هذا يعيد الصلاة من جديد، وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين أو ثلاث فإنه يكمل ما تبقى من صلاته ويسجد للسهو بعد أن يسلم. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين، فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون قصرت الصلاة، بدأ خبر انتشر أن الصلاة أصبحت قصرا لأنهم ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يشرع لهم الآن، فانتقلت من 4 ركعات لركعتين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ناسيا، والنبي عليه الصلاة والسلام قام إلى خشبة المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، فقام رجل فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم أنسى ولم تقصر. فقال رجل بلى قد نسيت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أحق ما يقول؟ قالوا نعم. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما بقي من صلاته وسجد للسهو، لاحظ ما أعد. طيب ماذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة؟ تركها ناسيا مثل التشهد الأول، فهل يأتي به أم يتركه ويقوم؟ تابعونا بعد الفاصل. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. طيب ماذا إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة ناسيا مثل التشهد الأول يعني مثلا، فهل يأتي به أم يتركه ويقوم؟ إن ذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه. حالة ثانية، إن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن اللي هو القيام رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو ثم يسلم. أما إن ذكره بعد وصوله إلى الركن هذا خلاص سقط، سقط هذا الواجب ولا يرجع إليه، فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم. مثال ذلك، شخص رفع من السجود الثاني الركعة الثانية، رفع فالمفروض الآن أن يجلس التشهد لكنه أراد أن يقوم إلى الثالثة ناسيا التشهد الأول، فذكر قبل أن ينهض تذكر أنه الآن يجب أن يجلس، هذا يستقر جالس ويتشهد ولا شيء عليه، لا سجود سهو ولا شيء لأن هيئة الصلاة ما اختلت. وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائما وهو في الطريق هذا يرجع فيجلس ويتشهد ثم بعد ذلك في نهاية الصلاة يسجد للسهو قبل السلام. أما إن ذكر بعد أن استتم قائما فإن هذا التشهد يسقط عنه فلا يرجع إليه فيكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم. يا الله يا الله يا الله. من أحكام سجود السهو أن الذي يترك نسيانا واجبا من واجبات الصلاة كالتشهد الأول مثلا فإن هذا الناسي له 3 حالات. الحالة الأولى أن يتذكر أنه لم يجلس التشهد الأول بعد أن يستقيم واقفا، هنا تذكر، ففي هذه الحال لا يعود إلى التشهد بل يكمل صلاته كاملة، ثم في النهاية بعد أن يقرأ التشهد يسجد سجدتين قبل السلام ثم يسلم. الحالة الثانية، لو تذكر أنه لم يجلس للتشهد في أثناء طريقه إلى القيام فإنه حينئذ يعود ويقول التشهد ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو قبل السلام ثم يسلم. الحالة الثالثة أن يتذكر وهو جالس قبل أن يقوم، ففي هذه الحال فإنه يقرأ التشهد ثم يكمل صلاته
ولا يسجد للسهو لأن الصلاة لم يختل منها شيء. ماذا عن الشك؟ الشك هو التردد بين أمرين لا يدري أيهما الذي وقع، وهناك حالتان لا يلتفت فيهما إلى الشك أبدا. الأولى إذا كثر هذا الشك من الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك كأنه وسواس، هذا حتى لو شك شكه لا قيمة له بل يستمر على ما هو عليه. الحالة الثانية إذا كان بعد الفراغ من العبادة، هنا لا يلتفت إلى الشك ولا يفكر فيه فيعمل بمقتضى يقينه. مثال: شخص صلى الظهر فلما فرغ من صلاته شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، لا يلتفت إلى الشك إلا في حال واحدة، إذا تيقن خلاص أنه صلى ثلاث فإنه يكمل صلاته وإن كانت يعني الفاصل دقيقة دقيقتين أو ثلاث، ثم يسجد للسهو ويسلم. أما إذا لم يذكر له بعد زمن طويل لا، هذا يعيد الصلاة من جديد. وإذا شك أي إنسان في الصلاة فإنه لا يخلو من حالتين اثنتين. الأولى أن يشك ثم يترجح عنده أحد الأمرين، شك في شيء ثم ترجح عنده أحد الأمرين، فهذا يعمل بما ترجح عنده فيتم عليه صلاته ولا يسلم ولا يسجد. مثال ذلك: شخص صلى الظهر فشك هل هو في الركعة الثانية أم الثالثة، الثانية أم الثالثة، لكن ترجح عنده أنه في الثالثة فإنه يجعلها الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلم ولا سجود عليه. الحالة الثانية ألا يترجح عنده أحد الأمرين أبدا، فهو إلى الآن لا يعرف كم صلى، هذا يعمل باليقين. كيف اليقين؟ أن يبني على الأقل ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم ويسلم بعدها. مثال ذلك: شخص يصلي العصر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة ولم يترجح عنده شيء أبدا، لا يعرف هل هي الثانية أم الثالثة، هنا يجعلها الثانية لأن هي الأقل ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو ويسلم. وهناك أمثلة للشك، منها إذا جاء الشخص والإمام راكع إنه يركع معه، لكن عندما أراد أن يركع معه شك هل أدركت الإمام أم لم أدرك الإمام، فهذا له ثلاث حالات انتبه لها. الأولى أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه، هذا يكون مدرك للركعة. الحالة الثانية أن يتيقن أن الإمام رفع من ركوع قبل أن يدرك هو الإمام، هذا فاتته الركعة. فالأول متيقن أنه أدرك، والثاني متيقن أنه لم يدرك، الثالث أن يشك هل أدرك الإمام في الركوع فهو الآن مدرك له، أو أن الإمام رفع قبله من ركوع فهو لم يدركه. إن ترجح عنده أحد الأمرين عمل به بما ترجح عنده اللي هو زيادة ظني زاد، هنا أعمل به. وإن لم يترجح عنده أحد الأمرين عمل باليقين. ما هو اليقين؟ اليقين أن الركعة فاتته لم يدركها فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم. أما سجود السهو على المأموم فإذا سهى الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو. إذا الإمام سهى سواء المأموم سهى أو لم يسهو فإنه يتابع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. أما إذا سهى المأموم والإمام لم يسهو فإن كان هذا المأموم لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه، لأن إذا سجد والإمام يسلم سوف يؤدي الاختلاف على الإمام واختلال المتابعة. أما إذا كان مسبوقا سوف يدرك ركعة أو ركعتين فإنه إذا قضى الركعات التي عليه فإنه يسجد للسهو عندها. أخواني أخواتي، هذه مسائل قد تخفى على كثير من الناس، وإن تعلمها والعلم بها يؤدي إلى التقرب إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى يحب من يعلم في أمر دينه. أسأل الله يفقهنا وإياكم في أمور ديننا، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يغفر لنا ذنوبنا. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة.